لمناقشة ورقة الكاظم الاقتصادية وما يمكن أن تقدمه في جذب الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي للعراق، ينضم إلينا الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي عبر سكايب. دكتور حامد، بداية مرحبا بك. يعني منذ أيام قدم الكاظمي ورقة الإصلاح، يعني ورقة لإصلاح الوضع الاقتصادي في العراق، أو ما سمي بالورقة البيضاء. بداية، هل ترى أن هذه الورقة ربما يعني مبنية على أسس علمية ومعلومات ما، يعني بحيث تؤهلها للتطبيق على أرض الواقع؟ ألو، أهلا بك دكتور حامد، تسمعوني؟ أنا أسمع. نعم نعم، تفضل تفضل. بس أنا فاتني سؤالكم، إذا ممكن تكرر السؤال أكون من طبعا عيد عليك السؤال. يعني هذه الورقة البيضاء التي طرحها الكاظمي فيما يخص تحسين الوضع الاقتصادي، هل ترى أنها مؤهلة لأن تكون هي طوق النجاة وفق المعلومات والمعطيات والظروف والحالة الاقتصادية التي يمر بها العراق؟ كما تعلم أن العراق هو بلد معتمد في الاقتصاد على النفط، وهو مستهلك وليس منتج. في البداية مساء الخير عليكم، شكرا جزيلا على الاستضافة، تحياتي لكم وكم كريم. الحقيقة هذه الورقة، أو ما يسمى الورقة البيضاء للإصلاح، أنا باعتقادي أنه هذه الورقة البيضاء اسودت وانتحرت قبل أن تجد النور وتجد أماكنها للتنفيذ، لأسباب كثيرة الحقيقة. منها أولا الوعود الكثيرة اللي قدمتها الحكومة، وهذه حكومة محاصصة مثل ما نعرف، يعني هناك مصالح متناقضة بين الكتل السياسية، إذا كانت اللي شكلت الحكومة في مجلس النواب أو الحكومة بذاتها، لا يوجد انسجام أولا بينها، وثانيا لا يوجد أيضا مثل ما يقول يعني استجابة لمطالب ومصالح الشعب والوطن. يعني هذه الحكومة الحقيقة ومجلس النواب غير مؤهلان لأن تنفذ هذه الورقة لأسباب مثل ما ذكرت، نظام المحاصصة المقيتة، بعد الكتل السياسية هذه عن تنفيذ ما تقتضي المصلحة العامة للبلد وللشعب العراقي في ظروف الأزمة الاقتصادية وكورونا، وتعطيل معظم مرافق الحياة الاقتصادية، يعني كانت تكون الصناعة، هناك مئات بل آلاف المصانع معطلة إذا كانت حكومية، مجمعات صناعية نقطة مهمة جدا. يعني لو أريد فعلا أن تنهض بالاقتصاد، يعني أي دولة تريد أن تنهض بالاقتصاد وهي على هذا الحال، وهي حتى هناك الدول التي ليس فيها نفط ولا تعتمد على النفط، يعني تبدأ بجذب الاستثمارات، تبدأ ببنيتها التحتية. دكتور حامد، يعني هل قدم الكاظمي من وجهة نظرك خطة لتطوير البنية التحتية، أم يكتفي فقط باتهام الحكومات السابقة بالتخاذل وإلى آخره؟ هو في الحقيقة لو نأتي للورقة، الورقة تضمنت 96 ورقة صفحة، نص هذه الصفحات يعني تقريبا 48 صفحة نقدر نقول، كانت هي استعراض لتأريخ الوضع الاقتصادي، يعني منذ تقريبا فترة ما قبل الحرب، منذ الثمانينات لحد الآن. نشوف احنا كلها طبعا في جانب سلبي، باستثناء فترات معينة صار انتعاش اقتصادي بعد تأمين النفط وغيرها، الواردات كانت كبيرة خصوصا ب 17 سنة الأخيرة، لم يتم التطرق إلى سرقة المال العام أولا، ملفات الفساد أبدا، لا يمكن أن فعلا أن نهمل هذا الجانب الأساسي ونلجأ إلى الدعاء بأننا نريد أن نصلح الوضع الاقتصادي بورقة بيضاء. هو الورقة شيء والتنفيذ على أرض الواقع شيء آخر. يعني إحنا لا ننسى تماما أنه واردات العراق كبيرة جدا، فكيف إذا الآن الواردات انخفضت إلى الربع تقريبا، حتى سداد لا الديون ولا توفير مستلزمات دفع الرواتب للموظفين والمتقاعدين، ناهيك عن الخطة الاستثمارية اللي أساساً لا وجود لها الآن.
يعني فقط نسميها احنا الميزانية التشغيلية. إذن القضية ليست فقط عجز ولا قضية صعوبات مثل ما قلت، وإنما أيضا هناك مشكلة تشريعات من مجلس النواب إلى هذه الخطة. السيد الكاظمي إذا أراد ينفذ الخطة يجب أن يحصل على موافقات مجلس النواب، فكيف إذا مجلس النواب هو أصلا متشتت متناقض، الكتل لا ترغب في أن تجمع على ثوابت وطنية واحدة، أن تنهض بالاقتصاد الوطني. يعني فلذلك عذرا للمقاطعة، يعني هناك الكثير من القول عن أن ملفات فساد ومكافحة الفساد ووضع حد لهذا الأمر، وكذلك فيما يخص التظاهرات، يعني تسليم من قام بقتل المتظاهرين تسليمهم للعدالة ومحاسبتهم والمساءلة وما إلى ذلك، وكل هذه الأمور لم تطبق. هنا الحديث عن الانهيار الاقتصادي أيضا حديث قول، يعني كلام يقال. برأيك في ظل هذه الاغتيالات، الاعتقالات، الإخفاء القسري في العراق، الجريمة المنظمة، قتل حتى يعني أصحاب الشركات الذين يأتون إلى العراق، مساومة الفاسدين كما أعلن أمس يعني بالإفراج عنهم مقابل دفع رواتب 5 أشهر، هكذا حديث، يعني يمكن للمستثمر أن يدفع أمواله في ظل هذه البيئة مثل ما تعلم، يعني وحسب المثل الذي يقول إن رأس المال جبان؟ لا بالتأكيد لا، لأنه لو كان جاءت كبار المستثمرين أو الشركات الكبرى في العالم جاءت للاستثمار، لأنه يفترض العراق فعلا يعني بلد يفترض أن يكون جاذب للاستثمارات، لأنه به كل المستلزمات ومقومات نجاح المشاريع الكبرى، والعراق يحتاج إلى إعادة إعمار جذرية يعني من البنى التحتية، يعني في كثير من المجالات الآن العراق يعتبر مهدم، العراق يعتبر خارج من حروب، إذا كان حروب داخلية حربين، حرب الخليج الأولى والثانية، وثانيا أيضا التفجيرات والحروب والصراعات الأهلية الطائفية وغيرها. لذلك البلد يحتاج إلى استثمارات، يحتاج إلى دخول شركات كبرى، لكنه العراق بلد طارد، ليس فقط للاستثمارات وليست للشركات، وإنما حتى لكفاءات الوطنية. وإحنا نشوف أنه الآن كبار المستثمرين حتى الوطنيين يعني العراقيين لا يمكنهم أو لا يرغبون في الاستثمار داخل العراق، يهربون أموالهم من الخارج، ومن ثم ينتظرون الفرج في إنهاء أولا دور الميليشيات، دور عصابات الجريمة المنظمة، دور المافيات الفاسدة القذرة التي تتحكم بها هذه الأحزاب، والخارج أيضا، لأن ننسى أيضا دور إيران، الدور الإقليمي، هذا كل الحقيقة اجتمعت كل العوامل هذه إلى تحويل العراق إلى بلد مستهلك، بلد فقط يصرف النفط وثم يستورد كل المواد الغذائية والمواد اللازمة للحياة اليومية. هذا طبعا مع تعطيل مثل ما ذكرت في البداية، تعطيل مئات بل آلاف المصانع في القطاع العام السابق، كان يسموه قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط. هناك مشاريع ضخمة كانت، احنا عندنا الحديد والصلب في الجنوب، مشاريع النفط، المصافي النفط، عندنا مجمع الإسكندرية للصناعات الآليات وغيرها والسيارات، عندنا مجمع معقوبة للكهربائيات، عندنا معامل النسيج، عندنا معامل كثيرة كانت الحقيقة يعني يشار إليها بالبنان، هذه كلها الآن معطلة. الآن لا يمكن أن ندعي بأن هناك قاعدة صناعية إن لم تكن هناك أرضية صالحة للاستثمار، أولا دخول التكنولوجيا الحديثة، ثانيا أيضا استنهاض همة القطاع الخاص، يعني دون القطاع الخاص لا يمكن الاعتماد على تشكيل أو إعادة تشكيل القطاع العام الآن بإمكانيات المتوفرة حاليا. هذه القضايا الحقيقة كلها مرتبطة بالوضع الأمني، بالوضع الاجتماعي، بالوضع السياسي، بالوضع الاقتصادي أساسا أيضا، يعني لا ننسى أنه الآن العراق لا يعرف أي حكومة جاءت بعد 2003 لحد الآن لا تعرف أي نمط اقتصادي تسلك، ما هو النمط الاقتصادي الآن في العراق، هل هو اقتصاد السوق، هل هو اقتصاد اشتراكي، هل هو اقتصاد رأسمالي، هل هو اقتصاد مشترك. لذلك هم لا يفهمون أيضا الخطة الاقتصادية، حتى هذه الورقة البيضاء لم تتضمن شيء من هذا القبيل، لا يعرفون أنه العراق إلى أين ذاهب، بأي اتجاه اقتصادي، يجب أن يفهموا
بأنه الاقتصاد العراقي يجب أن تتبلور به فكرة أساسية، هي أنه العراق الآن اقتصاد ريعي، يجب أن يتحول بعد ما كان بالثلاثين أو أربعين سنة الماضية كان هناك اقتصاد الدولة ترعى وترعى الاقتصاد يعني السوق مثل ما يقول أنه القطاع الخاص وترعى أيضا القطاع المختلط حتى في الزراعة حتى في الصناعة حتى في الصناعات الخدمية، هذه كلها يجب أن تتضح الآن في خطة واضحة. لا يمكن أنه لما تقرأ الخطة بعدد صفحاتها بل بالفكرة الأساسية بانتهاج اقتصاد وطني حر يأتي بكل التكنولوجيات الحديثة من العالم، لكنه على شرط أن ينمي القابليات الاقتصادية والتكنولوجية المحلية الوطنية. احنا عندنا ما شاء الله عدد كبير من المهندسين الآن عاطلين عن العمل، عندنا جيوش من العاطلين في كل الاختصاصات في الهندسة والخدمات والعلوم وحتى الصناعة وحتى الكادر الوسطي في معاهد التكنولوجيا وغيرها. يفترض الآن أن تستثمر هذه الإمكانيات الوطنية لتأهيلها إلى المشاريع الكبرى بالمستقبل القريب أو المتوسط. هذه شرط الشركات التي تأتي إلى العراق في الاستثمارات إن شاء الله إذا استقر الوضع الأمني وانتهينا من هذه يعني فترة النظام المحاصصة البقيتة وغيرها والوضع الأمني يستقر وننتهي من الميليشيات، علينا أنه إحنا فعلا نستثمر الكفاءات الوطنية اللي إذا كان موجودة في الداخل وإذا كان أيضا موجودة في الخارج. عندنا كفاءات 4-5 ملايين عراقي موجودين بالخارج، أكيد من عندهم عدد كبير ممن يستوفي شروط الدعم التكنولوجي والدعم العلمي في الداخل. الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.